أهلا بيكم، أنا وائل محمد. النهاردة نعمل مكتبة بباب منزلق. في طرق كتيرة نقدر نعمل بيها الصناديق. الصندوق هو أي علبة مكعبة زي مكتبة، وحدة مطبخ، دولاب. الفكرة واحدة، وهي أنك بتركب أربع ألواح خشب في بعض عشان تعمل شكل صندوق. أسهل طريقة لعمل الصناديق هي أنك تركب القطعتين جنب بعض بمسامير من بره زي كده. الطريقة دي فيها عيبين، أولا إن المسامير هتبان من بره، وثانيا إن طرف لوح الخشب بيبان زي كده. في طرق تانية ممكن تخبي بيها شكل المسامير، زي وحدة التخريم المائل دي، المسامير فيها بتبقى متخرب لها من جوه. الطريقة دي بتحتاج وحدة التخريم المائل، وكمان بنطة مخصوصة، ولقمة مخصوصة ربط المسامير. فوق ده كمان بتحتاج مسامير بشكل معين، مش هتلاقيها موجودة في كل حتة. المسامير دي ليها طرف عبارة عن بنطة، وهو ده اللي بيخرم في الخشب. وعشان بتربط المسامير من جوه، وطبعا مش هتبان من بره، فدي حالة مشكلة شكل المسامير. وفي طريقة تانية، وهي باستخدام الكواية. الطريقة دي مش بتخلي فيه اي مكان باين من بره او حتى من جوه، لان انت بتركب الكوايل ما بين قطعتين الخشب. الطريقتين دول حلوا مشكلة شكل المسمار، بس محلوش مشكلة شكل طرف لوح الخشب اللي باين. في طريقة تانية بتحل المشكلتين دول، وهي انك تقطع طرفين لوح الخشب على 45 درجة، وبكده شكل الخشب من بره هيبقى ماشي مع بعضه وكأنهم قطعة واحدة. مشكلة الطريقة دي انها ضعيفة ومش هتستحمل الضغط والوزن زي الطرق التانية، عشان كده لازم نقويها بخشب داخلي زي الشكل ده اللي استخدمته قبل كده في عمل البراويز. ممكن تشوف الفيديو القديم اللي شرحت فيه الطريقة دي، هتلاقيه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وفي طريقة تانية شبيهة بالطريقة دي بس أقوى، ومش بتبان خالص زي الشكل ده. وهي دي الطريقة اللي هستخدمها في فيديو النهاردة، هي طريقة الكوايل. أول خطوة بعملها إني بقطع جزء علوي من المكتبة على زاوية 45 درجة. أنا بحط شريط لزق الدوكو ده مكان قص الخشب عشان قشرة الخشب ما تتكسرش، ومكان القصة يبقى أنعم. وبعدين بقطع جنبين المكتبة على نفس 45 درجة. بعدين بنزل المنشار لحد ما يبقى سنه بس هو طالع بره. بعد كده بحفر في الخشب المكان اللي هيركب فيه دعامة الخشب الداخلية. بعدي الخشب كذا مرة بأبعاد مختلفة لحد ما يبقى سمك الحفر قد سمك الدعامة الداخلية. عشان أقدر أعمل القصة دي اضطريت أشيل السكينة الخلفية للمنشار، وهي اللي بتمنع الخشب إنه يلف ورا سلاح المنشار وما يخليهوش يطلع فوق المنشار ويطير في اتجاهه. وكمان اضطريت أستخدم دليل المنشار الجانبي والخفي مع بعض، ودي طريقة خطيرة في استخدام المنشار، فخليك حريص وانت بتعمل النوع ده من القصات، ولو حد عنده فكرة أأمن ياريت تكتبها لنا في التعليقات. بعد كده بقطع الدعامة الداخلية على قد الحفر اللي عملته. أنا استخدمت بنطة الراوتر العدلة دي إني أعمل حفر في الجزء العلوي والجزء السفلي من المكتبة، ودول اللي هيركب فيهم الفواصل الداخلية للمكتبة. حفرت مكانين في الجزء العلوي ومكانين في الجزء السفلي. كده جمعت الجزء العلوي والجنبين بالغرة والكلامبات. وحطيت في النص الدعامة اللي عملتها بالخشب.
انا استخدمت كلامبات كتير، بس ده كان مهم ان يمسك المكتبة من كل الجهات. سبت الغير ينشف لمدة يوم وبعد كده فكيت الكلامبات. بالنسبة للجزء السفلي كان اسهل واقوى اني اعمله بالكواي والغيرة، مش هحتاج كل التقطيعات المايلة ولا هحتاج احفر مكان للدعامات الداخلية. بخرم بالشنيور مكان الكواي باستخدام دليل تخريم الكواي ده اللي جبته من المهندس مهاب محمود مؤسس مليمتر. باشمهندس مهاب عامل كذا نوع من ادلة الخشب زي دليل الثقب المائل وكذا شكل من خطر الاعلام، بيعمله هو بنفسه صناعة مصرية بجودة ممتازة وبسعر مناسب جدا مقارنة باسعار الماركات الكبيرة. هتلاقوا لينك صفحته في صندوق الوصف. دليل الكوائل ده بيخليك تخرم الخشب في النص بالضبط من غير ما تقيس اي حاجة، وكمان بيساعدك تخرم الخشب بشكل عمودي تماما، وبيعمل حاجات تانية اكتر ممكن تشوفوها على صفحته. بعد ما بخرم بركب مكان الاخرام مسامير الكوايل، اتمنى يكون ده اسمها بالعربي، هي عبارة عن مسمار على مقاس الكويلة وبيركب مكانها، بس من الناحية التانية فيها دبوس لما بركبه في مكانه وبحط الخشب بيعمل علامة في الخشب. بعد كده بخرم مكان المسامير دي وبركب الكوايل، وده بيخلي الخشبتين يمسكوا بعض كويس من غير ما يقيس اي مقاسات. بعد كده بقطع قطعتين خشب اللي هيبقوا الفواصل الداخلية في المكتب. بركبهم في المكانين اللي حفرت فيهم بالراوتر. بعد كده بقطع 4 شرايح خشب على زاوية 45 درجة. الشرايح دي هي اللي هغطي بيها طرف البرواز الخارجي للمكتبة. شرايح الخشب دي سمكها 4 سنتي، ده تقريبا ضعف سماكة خشب الكونتر، بس هيديله سمك اكبر ويخلي شكله مختلف. بعد كده بلزق الشرايح دي بالغيرة وبمسكها بالقمطات لحد ما الغيرة ينشف. الخطوة اللي بعد كده هي الرجول، ودي انا فضلت اني اعملها بخشب الارو الطبيعي عشان تستحمل شيل المكتبة واي حاجة جواها. عملت الاسطنبة دي من بواقي الخشب اللي عندي وحطيت خشب الارو عليها بحيث انها تعملي شكل رجل الميل اللي سمكها من تحت بيبقى اقل من سمكها من فوق. وميزة الاسطنبة دي ان اقدر استخدمها مع كل الرجول فيطلعوا كلهم نفس المقاسات بالضبط. بعد ما قطعت الاربع رجول كنت عاوز اميلهم، فقصيتهم من فوق ومن تحت على زاوية 5 درجات. عشان اركب الرجول في جسم المكتبة كان لازم اعمل فريم من الخشب اثبته في المكتبة من تحت واقدر اثبت فيه الرجول. قطعت 4 شرايح خشب عشان اقدر اعمل بيهم الفريم. بعد كده ركبت الفريم ده في بعضه باستخدام الكوايل والغيرة. وبرضه استخدمت مسامير الكوايل عشان تساعدني في تحديد اماكن التخريم.
ركبت الفريم في المكتبة من تحت باستخدام زوايا التجميع والمسامير. بعد كده بدأت أركب الرجول في الفريم بالمسامير. أنا عملت مجموعة تجارب على طريقة تركيب الرجول بالمسامير بطرق مختلفة، حاولت أحط عليها ضغط وشوف طريقة التركيب دي هتصمد ازاي قدام الضغط. ممكن تشوف بعض التجارب دي وبعض خطوات المشروع ده ومشاريع تانية على صفحة انستجرام، هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو. الخطوة اللي بعد كده هي عمل الباب المنزلق. الباب ده عملته زي البرواز بخشب أرو طبيعي، وركبت فيه الكوميكو الياباني اللي عملته في فيديو قبل كده. هتلاقي لينك للفيديو ده في صندوق الوصف بشرح فيه بالتفصيل ازاي ممكن تعمله. ركبت الأربع أضلع للباب بالغرة والكوائل. وقطعت الزيادات بالمنشار. وعملت مجرى للباب من جوه باني قطعت شريط خشب وثبته بالمسامير. وظبطت مقاس الكوميكو بالظبط على مقاس البرواز الداخلي وركبته في مكانه. آخر خطوة في المكتبة هي الدهان. أنا عادة بستخدم ماسك فلتر N95، وده أقل ماسك ممكن تستخدمه عشان يحميك من نشارة الخشب، وخصوصا مع استخدام الصنفرة أو الراوتر، لأنهم بيطلعوا نشارة صغيرة جدا الماسك العادي مش بيقدر يفلترها. في حالة الدهان لازم تستخدم ماسك مختلف مخصوص للدهانات، بيبقى فيه من جوه فحم نشط عشان يقدر يشيل كل الروائح ويحميك من الكيماويات اللي موجودة فيها أو في المواد اللي بتخفف بيها الدهانات زي التنر والنفط. لو محتاجين فيديو مخصوص عن وسائل الأمان في الورشة اكتبولي في التعليق. أنا دهنت الخشب بورنيش بأساس زيتي. ميزة الورنيش إن هو بيحمي الخشب وبيحافظ على شكل التجزيعات. الفرق اللي لاحظته بينه وبين الورنيش الأساس مائي هو إنه بيدي لون دافي شوية، حين إن الورنيش المائي مش بيغير لون الخشب تماما. أنا جربت الاتنين في خشب خارجي ومعهم بعض الزيوت، بس لون الورنيش الزيتي كان المفضل بالنسبة لي. وبكده خلصت المكتبة.